بحلول شهر رمضان الكريم تتزين محال المخللات بعرض منتجاتها للزبائن، ويحرص كل بائع على ابتكار أشكال وأنماط جديدة في العرض وطريقة ترتيب الأنواع وفقاً لأسعارها وأنواعها المتعددة. طبعاً يعني هو طول السنة الواحد بيبقى شغال الشغل العادي، ويعتبر شهر رمضان يعني الموسم بتاع الطرش في مصر يعني عموماً. يعني الترش بيبقى من الاصناف الرئيسيه قوي على المائده في رمضان، يعني بيبقى فاتح للشهيه، ناس صايمه محتاجه اي حاجه تفتح نفسها وحاجه تاكلها، حاجه حادقه، حاجه حرشه كده. الترش بالعاميه المصريه الذي يعد احد اكثر الاطباق المرتبطه بشهر رمضان الكريم يعتبر الشريك الدائم للسفره الرمضانيه للمصريين. ممكن يكون بتاع المحلات يكون اطعم شويه يعني من البيت، ولكن في حالتين احنا رينا ان طبق الطرش ما يكونش يعني بعيد عن السفره سواء في الفطار او في السحور. يعني الطرش طبعا في رمضان يعني في الفطار بيبقى حاجه ضروريه، يعني لازم الواحد بيفتح نفسه، والحاجات دي بتعمل يعني زي مكبلات للاكل. يعني لا ده اهم حاجه على الاكل، احنا جاي من بلاقي ابو العيله لحد هنا عشان المخلل، دي الوجبه الاساسيه يعني على الفطار، الحاجه الاساسيه. تؤكل المخللات بشكل ملحوظ في شهر رمضان بجانب الوجبات الاساسيه، حيث لا تخلو اي سفره من المخللات بكل انواعها واشكالها لطعمها ومذاقها الشهي الذي يتناسب مع جميع الماكولات.